هذا مباشرة الموضوع نشر عندي، ولما أجي أسوي تحديث هنا للصفحة حقتي في المدونة حتشوفون الموضوع هنا، وآخر سطر كان هذه بحمد الله أول تدوينة لنا، وريد مور أو اقرأ المزيد على أساس إنه ينقلنا على الصفحة الرئيسية. نرجع مرة ثانية نسوي إيديت التدوينة حقتنا. طبعا لو رجعنا للخلف سوينا إلغاء كلوز من هنا، وسوينا بوست، رحنا طبعا التدوينة حقتنا هنا، حنشوف مباشر عندنا إيديت وفيو وشير وديليت. عندي في إيديت اللي هو التعديل، فيو مشاهدة، شير مشاركتها في أي مواقع اجتماعية، ديليت حذفها، وهنا حيعطينا كم تعليق عليها وكم زيارة عليها وتاريخ والوقت. حدخل مباشرة حسوي لها إيديت مرة ثانية أو تعديل. التعديل هنا طبعا عشان أشرح لكم بس القائمة على اليمين، عندي هنا البوست سيتنجز أو إعدادات التدوينة. عندي أول واحد الليبلز اللي تكلمنا عنه، احنا ممكن نقول مثلا هنا نضيف البداية، نحط فاصلة ونكتب مثلا في النهاية، نحط فاصلة نكتب تدوينة. طبعا هذه كلها حتعتبر ليبلز تاجز، هي اللي حتظهر كموضوعات مرفقة مع الموضوع هذا، وحنجي لها وحتفهمون الفكرة منها إن شاء الله لاحقا. عندي ببلشت، هذه عندي خيارين، أقدر أحط تاريخ ثابت أنا أختاره، أو أوتوماتيك نفس البلوجر حياخذ الوقت الفعلي وقت التدوينه. بيرم او بيرما لينك، هذه البيرما لينك طبعا حيعطيني مباشره البلوجر الرابط للموضوع. انا مثلا ابغى انشئ لي رابط خاص فيني، مباشره اقدر اعدل الرابط هذا بحيث اني انا اقدر احط رابط خاص فيني الان غير مفعل الخاصيه. حنرجع لها ونوريكم كيف، طبعا هي المفروض انها ما تكون ببلشت على اساس احنا نقدر نعدل الخاصيه هذه، حنجي لها. عندي لوكيشن احدد المكان، مثلا انا في الرياض اقول انا في الرياض مثلا. طبعا تنفع هذه الخاصيه للناس اللي تحب التصوير او الترافلنج اللي يسافر من مكان لمكان، فيبين له انه اخذت او التقطت هذه الصوره او التقطت هذا الموضوع في هذا المكان، فيسهل عليه خطوات او خاصيه انه بدل ما يضيف او يربطها بشكل يدوي يربطها لهم بشكل مباشر. طبعا عندنا هنا الريدر كومنتس، الناس اللي حتقرا الموضوع هل تبغى الناس تعلق او لا. اول خيار اللي هو allow، نعم تعطي صلاحيه التعليق. ثاني خيار اللي هو do not allow show existing. الثالث اللي هو do not allow hide existing. طبعا هذه تحكم بخاصيه التعليق. هنا compose mode، يرسل بشكل plain text او خط منسق. الخاصيه الثالثه اللي هي lines break اللي هي تكلمنا عنها اول هنا، هل تبغى انه مثلا بريس انتر فور لاين تو بريك اور بريك لاين بريكس اور. طبعا هذه خواص انه تبغى تضيف مثلا انه على اساس يطمر سطر، او تبغاه يكتبها على طول مباشره بدون ما يطمر سطر. هذه خواص طبعا متقدمه وما راح نستخدمها كثير، غالبا حنستخدم هذه المزايا والليبل والببلش، هذه الثلاث مزايا اكثر مزايا حنستخدمها. طبعا احنا بعد ما نشرنا الموضوع وشفناه في المدونه هنا حنقدر نرجعه نحذفه، لو سوينا ريفيرت تو درافت حيلغي لنا الموضوع كانه يسوي له انببلشت، الغيه من النشر، او نقدر نسوي ابديت بعد ما نعدل نسوي ابديت حيحدث لنا الموضوع. فانا لما اسوي ريفيرت تو درافت واروح مباشره هنا واسوي ريفرش او تحديث للصفحه، حتشوف الموضوع حيختفي لانه انا الغيتها رجعتها للدرافت. لكن لو اسوي سيف اسوي ببلش مره اخرى زي ما انتم شايفين رجع مره ثانيه وسوالي ببلش للموضوع، لما اجي هنا واسوي ريفرش او تحديث للصفحه حتشوفون الموضوع هنا. طبعا هذه الموضوعات اللي احنا او الليبلز اللي احنا اضفناها، مجرد احنا نضغط البدايه اي موضوع عندي في المدونه اسمه البدايه او مكتوب فيه البدايه حيسوي لي جروبين لها حيعطيني اياها في صفحه واحده، وكانه فلتر او احنا نسميه تقنين للمواضيع على حسب الموضوع. حنرجع مرة ثانية لشرح المدونة. عندي القائمة على اليسار، عندي البيجز، طبعا خلصنا احنا البوست والاوفر فيو او التدوينات وخلصنا الاوفر فيو واللمحة العامة. حندخل مباشرة للبيجز الصفحات.